الاضطراب هذا كالاضطرابات الأخرى عند الأطفال دائما يبدأ إقرانه بالأطفال، يعني عدة اضطرابات أو إعاقات أو تحديات عند الأشخاص بشكل عام دائما تبدأ بالأطفال، لذلك يعني يبقى اسمها مقرون مع الطفل حتى في الأدبيات أو في المحاضرات زي هذه والمؤتمرات. شوي يصعب على المحاضر أنه يستخدم كلمات أخرى غير الطفل الطفل الطفل، فنحاول نعود في المحاضرة هذه نتكلم عن maybe الشاب أو المراهق أو الراشد أو الطالب الشخص، لأنه هون الآن نتكلم عن فئة هي مش أطفال. طبعا زي ما حكيت يعني احنا متدارج عندنا في 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 مجالاتنا التخصصية وحتى عند الأسر الكلام عن الإعاقات أو التحديات التطورية والاضطرابات وقارنها مع الأطفال، لكن ما الذي يحدث يعني بعد ما ينمو الطفل، بعد ما يتخطى مرحلة الطفولة ويصل إلى مرحلة المراهقة وما بعد المراهقة؟ هل التشخيص نفسه، أدوات التشخيص، هل طرق العلاج نفسها، هل طرق التعامل مع الأشخاص هذول نفس الطرق ولا تختلف؟ وما مدى استعدادنا كتربويين كأطباء وكأخصائيين وكأهالي لهذه المرحلة؟ وكأننا يعني قضينا معظم الوقت في عالم الطفولة والتحدي والاضطراب ونسينا أنه حتكون في مرحلة قادمة تطرأ علينا يجب أن نغير من استراتيجياتنا وطرق تعاملنا مع الاضطراب ومع الأشخاص اللي عندهم الاضطراب. كيف يتغير السلوك مع تقدم العمر، وكيف تختلف أساليب العلاج السلوكي أو ما غيره مع هذه الفئات؟ بعض السلوكات اللي ممكن تكون مشتركة بين بين الأطفال وبين المراهقين والراشدين خلينا نسميهم، في فترة المراهقة بالذات اعتمادا على مدى شدة الاضطراب ممكن يكون في سلوكات مثل إيذاء النفس إيذاء الآخرين. بعض هذه السلوكات ممكن تكون عنيفة ممكن تكون غير عنيفة، يعني ممكن تكون إيذاء عنيف أو إيذاء غير عنيف، تحطيم الممتلكات، عدم اتباع التعليمات، هذا مستمر من الطفولة لكن حنشوف له صورة أخرى في المرحلة المتقدمة من العمر. طبعا نشاط وفرط الحركة هذا مستمر ممكن تكون صورته تختلف. بعض المشاكل تتعلق بمشاكل العضوية ومشاكل الجنسية خصوصا في فترة المراهقة، وهذه حركز عليها شوية لكن مش في القدر اللي عاد نركز عليه في العلاقات الأخرى، لأنه يعني مشاكلهم العضوية والجنسية في هذه المرحلة قريبة لمشاكلنا إحنا أو تحدياتنا إحنا غير أطفال التوحد أو شباب التوحد أو شباب العلاقة العقلية. عدم التركيز والتشتت، أحلام اليقظة، سوء استخدام الوقت، إيذاء الآخرين، الصراخ والشتات من أنانية، سلوكات غير الناضجة، القهرية، التهريج، الفوضوية وعدم الترتيب والاعتمادية. بسبب أنه الفئة هذه عندهم افتقاد لمهارات التنظيم تنتابع مشاعر الفشل والضجر السريع والاستسلام لكل شعور، يكمن شعورهم بالفشل والاستسلام نظرا إلى الفجوة الشاسع بين إمكانياتهم ومستوى أدائهم الحالي. الأخوان تكلموا عن مستوى الذكاء ومستوى التكيف أو مستوى الأدابتيشن ممكن يكون عالي ممكن يكون طبيعي ممكن يكون فوق الطبيعي، لكن الفرستريشن أو الشعور بالغضب يعني والشعور باليأس أو الاستسلام، لما الشاب أو الراشد أو المراهق يعرف أنه هو عنده القدرة على العطاء سواء كان عطاء أكاديمي أو في أي مجال آخر لكن مش طالع بيده، أوكي. القدرة الذكائية والعطائية عنده موجود لكن الأساليب العطاء هذا مش في يده، مش متدرب عليها، والمشتتات عديدة خلال جدول اليومي. السمات تبدأ تتغير
في بعض الأحيان تبدأ تظهر بشكل أقل لدى الكبار من الأطفال. بعض السمات الكلينيكية والسلوكية مثلا تحدي رموز السلطة. إذا تتذكروا الأطفال في سن الطفولة كانوا ما يتبعوا التعليمات، تعليمات بسيطة في الصف، في البيت، في السيارة. لما يكبر الطفل يصبح مراهق أو راشد وعنده الاضطراب هذا، إذا كان اضطراب شديد يصبح عنده تحدي واضح لكل رموز السلطة، سواء كان في مدرسة أو في العمل أو في الشارع أو حتى في المجال القانوني. يعني بعضهم يعني بيتعرضوا لمشاكل مع القانون، مشاكل مع المحاكم، مشاكل مع الشرطة ومع السجون. فإذا يصبح هناك يعني سمة واضحة من تحدي رموز السلطة في الحياة بشكل عام. التدخين، البعض يكون عندهم إدمان المخدرات في الكبار، السرعة عند خارج السيارة، المشاكل القانونية، المشاكل النطقية. خليني أحط سيناريو بسيط لكن مخيف في نفس الوقت. تخيل نفسك أنت في هايوي، في شارع سريع، يعني في خط سريع، وبجانبك أو أمامك أو خلفك شاب عمره 17 سنة بيسوق لاند كروزر، وخلينا نحكي أنه عنده ADHD، بيدخن سيجارة بيد والتليفون بيد، فعامل تشتيت الآن موجود من ADHD، صح؟ عنده مشتت، والهايبر أكتيفيتي عنده ما شاء الله بالإجر، يعني داعس على البنزين، هذا عنده الفوت هايبر أكتيف. فهل يعني تشعر بالأمان أنت في قائد سيارتك أمامه أو خلفه أو بجانبه يسار أو يمينه؟ أنا مستحيل أشعر بالأمان. يعني موضوع القيادة السريعة أو التهور في قيادة السيارات هذا موضوع شائك وموضوع خطير في مجتمعات خارجية. ويعني أنا بدي يعني أحط أو أضع احتمال أنه عدد لا بأس به من هؤلاء الأشخاص اللي عندهم السمات هاي ممكن أن يكون عندهم ADHD، التشتت والتهور في نفس الوقت في البيئات هذه أو في الأوقات هذه، مشاكل في العلاقات، شعور بالنقص الذاتي اللي هو السلف استيم، ضعف في تنظيم الوقت، المخاطرة والمجازفة تكلمنا عنها نفس الشيء، وفقدان الأشياء. طبعا مش كل السمات هاي أو بعضها إذا توفرت في شخص معناه أنه هو ADHD. أنا بنسى مفاتيحي دائما، وأظن أنه أغلبنا بيلبسوا نظاراتهم، والنكتة دائما الموجودة أنه الشخص بيبحث عن نظارات، طبعا هو نظارات طبية فمش واجدها لأنه مش عم بيشوف بدونها أصلا. فمش شرط أنه إذا عنا إحنا يعني ممنوع النسيان والفقدان أنه عنا ADHD، لكن السمات هذه تجمعت بالتعريف الكلينيكي للتشخيص، صورها بتختلف شوية عند المراهقين والكبار. الآن بشكل جدي أكثر، يعني بعض الأشخاص اللي عانوا من ADHD أو من الفرط الحركي فعلا يعني تعرضوا لمشاكل عديدة مع القانون ومع النظام القانوني في الولايات المتحدة مثلا. الآن بدي أحذر أنه أنا مش معنى كلامي هذا أنه كل واحد عنده ADHD في النهاية راح يكون عنده مشاكل قانونية، راح ينسجن، وراح يكون عنده مشاكل تتعلق بالجريمة. اللي بيصير في الدراسات هذه أنه بيتبعوا أشخاص عندهم مشاكل مع الجريمة والقانون، بيتضح فيما بعد أنه هم كان عندهم ADHD بالطفولة. طبعا ADHD هذه كانت غير مشخصة ربما، وأكيد غير معالجة، يعني لأنه لو كانت معالجة كان ما صارت المشاكل اللي نتحدث عنها. في دراسة سويدية في السويد، دارلينغ أند لافندر تبعت 75 شاب ذكور من الذكور سنة 1975-1976. 75 شاب هذول كانوا متورطين مع القانون. الآن من 75 شاب 68% منهم فقط أو 68% كان عندهم فرط حركي من الطفولة. المتابعة صارت بعد سن 28، يعني تابعوهم بعد ما أصبح سنه 28 أو أكبر، أوكي؟ فوجدوا أنه ذكروا أن 57 شاب 68 منهم عندهم ADHD. وجدوا أنه الشباب اللي عندهم ADHD أو فرط حركي كانت جرائمهم الجرائم الغير عنيفة تقريبا 3 مرات ضعف
الشباب اللي ما عندهم فرط حركي وتشتت. بالنسبة للجرائم العنيفة كانوا مرتين ضعف أو ضعفين. اللي عنده فرط حركي وتشتت كانوا عددهم ضعفين اللي ما عندهم التشخيص. أجين مرة ثانية بتكلم إنه هذا مش معنى إنه كل شخص عنده التشخيص هذا ممكن يصل فيه الحد أو الظروف للجريمة وللمشاكل القانونية. لكن يعني مجال الخطورة ومجال التعقيد في التشخيص في مرحلة المراهقة والمرحلة الشباب يعني ممكن تصل من حد بسيط جدا إلى حد معقد جدا. كثير من الأشخاص اللي يعني تعدوا مرحلة المراهقة والشباب وعندهم التشخيص تزوجوا ودخلوا الجامعة وتخرجوا من الجامعة وعاشوا حياة طبيعية أو شبه طبيعية وعوضوا عن بعض المشاكل اللي واجهوها في حياتهم. تعلموا كيف يعني تعلموا كيف يتكيفوا مع البيئة ومع التحديات اللي عندهم. ففي على الاتجاهين يعني على النقيض والنقيض في أمثلة كثيرة. طبعا سمعنا كثير عن المشاهير العلماء والفنانين اللي عندهم التشخيص ف يعني الاحتمالات كلها واردة، لكن الاعتماد الأساسي على في مدى النجاح هو على العلاج، على التشخيص المبكر وعلى العلاج. أنا في رأيي إذا كان وصلنا لمرحلة المراهقة ومرحلة الشباب ولسه عندنا مشاكل مع الـ ADHD معناها نحن ما شخصنا صح ولا في الوقت المناسب ولا عالجنا صح. وإلا يعني السمات أو الظواهر أو السلوكيات الخاصة بالاضطراب ما وصلت لدرجة. العلاجات طبعا نحن نتحدث إنه يومين عن ما هو يعني ما هي الطريقة المثلى للعلاج. بعد نتكلم عن الأدوية والناحية الطبية وبعد نتكلم عن الناحية السلوكية التربوية. وأظن إنه كنا نتفق إنه العلاج الشامل طبي تربوي سلوكي هو العلاج الأمثل لهذا الاضطراب. لكن النقطة اللي بحب أوضحها إنه المجال الطبي والأدوية تركز على التعامل مع وعلاج الاضطراب كاضطراب، والمجال السلوكي والتربوي يعالج السمات. السمات السيمتومز هي السلوكيات ظاهرة، فالسلوكيين أو التربويين بيعالجوا السمات، لكن كفريق متكامل بيركزوا على الطفل أو على الشاب كوحدة متكاملة، لكن كل مختص بيركز على الجانب اللي هو مختص فيه. فعشان نحل إشكالية من هو قائد الفريق، أنا في رأيي إنه الطبيب بيعالج الاضطراب والسلوكي أو التربوي بيعالج السمات. بالنسبة للسلوك، إذا كان اعتبرنا كل ظواهر أو سمات الاضطراب الحركي تشتت الانتباه هي سلوكات، لازم ننتبه لقضية واحدة مهمة جدا، وهو أن السلوك يعتبر غير لائق فقط في البيئة التي يظهر فيها. يعني ممكن يكون في سلوك في بيئة معينة في السعودية يعتبر السلوك لائق ومقبول، لكن في الولايات المتحدة يعتبر غير لائق وغير مقبول والعكس صحيح. تحدث بعض الإخوان أمس عن ممكن يكون الركض والجري للطفل في مساحة معينة في بيئة معينة في مجتمع معين شيء عادي مقبول، حتى ممكن في أسرة يكون مقبول في أسرة أخرى مش مقبول. فكيف نحكم على السلوك أنه لائق أو غير لائق؟ نحكم عنه من خلال القوانين المحيطة فيه في بيئته. بعض الدراسات اللي ذكرت أمس عن إندونيسيا وعن ماليزيا أنهم اعتبروا بعض يعني كانت من الدول اللي التشخيص فيها أو البريفالنس كان عالي جدا. أنا في رأيي الجواب لأنه هذه دول يعني عندها الديسبلين أو النظام في البيت يعني دقيق جدا ومعقد جدا. في بعض الدول الأخرى مش راح يكون نفس النسبة للتشخيص. فالمهم يعني نعتمد إنه السلوك يعتبر لائق أو غير لائق حسب البيئة المحيطة فيه. إذا اعتبرنا إنه السلوكات وسمات هذول الشباب يعني أو المراهقين غير لائقة وتحتاج إلى تدخل، زي ما تكلمت يعني لازم نعتمد إنه أولا هو علاج أو تدخل متكامل طبي سلوكي. وبسلوكي يعني أيضا تربوي، لكن في نفس الوقت
يعني علميا يجب أن نستخدم كل تدخل لوحده. يعني صح نتعامل مع المشكلة كفريق متكامل، لكن ما بصير نبدأ برنامج سلوكي وتربوي ونبدأ الردلين مثلا الدواء في نفس اليوم، لأنه إذا بعد شهر ما حنعرف مين المسؤول عن التغير أو مين المش مسؤول عن التغير. فحتى كفريق متكامل لازم يكون تدخل علمي مبني على أسس علمية، وتكون الآثار واضحة أو العلاقات واضحة بين البيسلاين، بين التدخل وبين النتائج. أوكي؟ فمعنى أنه يكون فريق متكامل مش معنى أنه نتدخل في نفس الوقت. بالنسبة للبرنامج السلوكي يجب أن يكون تحت إشراف أخصائي سلوكي مدرب. وهنا نقطة مهمة وطرق إليها الدكتور سيد، أنه إحنا يعني لا ننمي، ودكتور صاحب كمان، لا ننمي دائما إلى إنقاذ السلوك الغير مرغوب. مش هذا هو هدفنا، هذا هدف من أهدافنا. إنقاذ السلوك الغير مرغوب يعني هي عملية مرحلية، ممكن تنقصه ممكن تقضي عليه ويختفي، لكن إذا ما علمت الطفل سلوك آخر يحل محله ويخدم نفس الوظيفة رح يرجع السلوك هذا بشكل أقوى. فهنا الكلمة الكيورد، الكلمة الأساسية في الموضوع هي الوظيفة. كل سلوك يصدر عن أي شخص منه يصدر لوظيفة معينة. أنا بقوم بسلوك معين بيخدم وظيفة معينة عندي، نفس الشيء كل واحد فينا. أنا كسلوكي ببحث عن وظيفة السلوك. لما الطفل ما بياخد دوره وبينط من المقعد وبيتحرك بشكل مربك للصف، هذا مش بس عبارة عن يعني صح انه في له منبع بيولوجي بتعلق بالاضطراب نفسه، لكن برضو له وظيفة سلوكية، له وظيفة بتخدم حاجة هو بيحتاجها، سواء كانت انتباه او هروب او اي عامل اخر من عوامل السلوك المعروفة. فالاساس انه انا لما بقدم حل او بقدم خطة سلوكية او برنامج سلوكي علاجي، إني في خلال الوقت اللي أنا بحاول أنقص فيه سلوك الغير مرغوب لازم أبني سلوك آخر مرغوب وإيجابي ويحل محل السلوك غير مرغوب ويخدم نفس الوظيفة. okay. وهذا يحتاج إلى تحليل السلوك وظيفيا، نسميه الفانكشن أناليسيس أو تحليل وظيفي للسلوك. إنه أنا بدرس السلوك لما بقيمه، لما بعمل الإيفالويشن لما بعمل التقييم، ما هو يعني ما هو هدف الطفل من السلوك هذا وما هي وظائفه. الوظائف الأساسية للسلوك معروفة في علم السلوك، هي يعني تندرج أي وظيفة من وظائف السلوك تندرج تحت أربع اتجاهات أو عوامل: الانتباه والتعزيز، الهروب والتجنب، الألم وعدم الراحة أو الإثارة الحسية الذاتية. في الفئة اللي بتكلم عنها إحنا الإثارة الحسية والذاتية بيكون مستواها عالي كعامل في أغلب السلوكات، إلى جانب طبعا الانتباه والهروب من المواد أو النشاطات القائمة الغير مرغوبة عند الشاب أو المراهق. بناء على الوظيفة السلوكية يعلم الطفل سلوك بديل أو استراتيجية علاجية. أنا الآن بحكي سلوك بديل أو استراتيجية علاجية، ليش؟ إذا كان العامل الأساسي في السلوك عند هذا الشاب أو المراهق هو عامل بنسميه الاستثارة الذاتية الحسية، ما في سلوك بديل. يعني في بعض الأنشطة ممكن المفضل ممكن تقوم في مقام السلوك البديل، لكن الأفضل في هذه الفئة هو تعليمهم استراتيجيات للتكيف، زي ما بعلم الطفل في الصف هو صغير كيف يتكيف مع بيئة الصف، مع المدرس، مع المنهج، مع البيئة الصفية، كل اللي تكلم عن دكتور سيد. الآن في مرحلة المراهقة، مرحلة الشباب، لازم أعلمه كيف يتكيف مع الشارع، مع مسؤوله مديره في العمل، مع الأزمة اللي بتصير في السوق، في المطار، في الشارع، في السيارة، هو بيقود السيارة. فلازم يكون عنده استراتيجية معينة للتكيف، وهذه الاستراتيجية لازم تكون يعني برو أكتيف مش رياكتيف، تكون وقائية ومدروسة قبل، يعني ما تكون انفعالية وكرد فعل على المشاكل اللي ممكن تواجه الشخص خلال يومه. مشكلتنا احنا كمجتمع بشكل عام انه احنا يعني بنفضل رد الفعل عن الوقاية. هذا يعني بتخلينا احنا كمجتمع بدون مشاكل واضطرابات. فتخيل
الأشخاص اللي عندهم اضطرابات التشتت والفلط الحركي إذا ما كان عندهم استراتيجية مدروسة لمدة سنوات في حياتهم ومحفوظة غيبا للتعامل مع مواقف يومية حتكون عندهم مشاكل كثير. مثلا الإخوان تكلموا عن استراتيجيات داخل الصف، كيف أنا بأسهل المادة العلمية الأكاديمية للطفل، أوكي، من الألوان للتباين للأمور الأخرى والأحجام. الآن لازم أنا أتبع نفس المنهج باستراتيجيات كيف أسهل الجدول اليومي لل 18 سنة ولل 20 سنة ولل 25 سنة ولل 40 سنة اللي عنده نفس المشكلة، أوكي. هذا بيعتمد باعتماد أساسي على الشخص نفسه، أوكي. إذا كان هو قادر على أنه يتعايش في المجتمع ويكون في مواقف وأماكن متعددة خلال اليوم، معناته هو قادر على أنه يكون عضو فعال في الخطة السلوكية نفسها. إذا كان مراهق أو يعني طفل من 13 سنة فما فوق 13 إلى 17، الأهل طبعا لهم دور كبير في العملية العلاجية والخطة السلوكية. يجب أن يدربوا على تطبيق البرنامج. والنقطة الأخرى اللي أحب أشيرها هنا إنه العلاج السلوكي أو البرنامج السلوكي هو ليس برنامج يعني يطبق من خلال زيارات المريض أو المصاب بالاضطراب للعيادة النفسية أو للقسم النفسي في المستشفى أو في المركز الصحي يومين في الأسبوع ثلاثة أيام في الأسبوع. هذا ما هو برنامج سلوكي. البرنامج السلوكي يطبق 7 أيام بالأسبوع 24 ساعة باليوم على مدار السنة. هو منهج حياتي وهو طريقة أسلوب حياة أسلوب معيشة مبرمج ليسهل البرنامج اليومي للشخص. فهو مش عبارة عن استشارة يعني بصير يومين أو 3 أيام بالأسبوع أو بالشهر. هذا بصير استشارة أو نصائح مش برنامج سلوكي. بعض المناهج السلوكية اللي تستخدم مع هذه الفئة مع هذا العمر بالذات، طبعا السلوكيات البديلة تكلمنا عنها، العقود بالذات مع فئة المراهقين، البيهيفيرال كونتراكتس أو العقود هي تقريبا قريبة من العقود اللي يعني تستخدم مع الأطفال، لكن بشكل في وعي أكثر وفي تدخل من الشخص نفسه أكثر. هو بيكتب العقد وهو بيقدم التنازلات والأشياء اللي حيحصل عليها كنتيجة لالتزامه بالعقد. التوكن إيكونومي أو نظام الفيش بنسميه برضو داخل في نفس المجال العقود أو نظام العقود، أو ممكن منفصل عنه. مع الكبار أو المراهقين الفيش تفقد قيمتها يعني مش زي الأطفال، فنستخدم الفلوس مرات إنه إحنا يعني كعائلة كأب وأم أو كمدرس حتى ممكن إنه إحنا نفتح له حساب في المدرسة أو في البيت، ويعني بناء على برنامج معين سلوكي في البيت بيقوم بواجبات معينة ما بيقوم بسلوكات معينة، بيكسب 10 ريالات مثلا في اليوم تضاف إلى حسابه آخر الأسبوع بيخذها ويستخدمها كمعزز. العقاب مرة ثانية بدي أركز أن العقاب مش معناه الكوربل بانشمنت، مش معناه العقاب الجسدي. اهتمامي في فئة المراهقين والشباب في بالنسبة للاضطراب الحركي الفلط الحركي كان في سنة 99 في تينيسي، في ولاية تينيسي، لما ظهر عندنا في هذه الولاية عدة طلاب من المدارس الثانوية طلاب وطالبات يعاقبوا بالضرب من المدرسين وضرب العصي، فصارت يعني قضية كبيرة وصلت للمحاكم وكان في استشارة إلي في الموضوع، وشكلنا يعني في وقتها لجنة أو جمعية ضد العقاب الجسدي للطلاب هذول. يعني العقاب الجسدي كان يصل لمرحلة نزف الدم، كان في صور موجودة في المحاكم للدم اللي نزل من الأطفال من الطلاب 16 17 18 سنة. فالعقاب في المدارس الولايات المتحدة لحد يعني سنة 2002 23 ولاية من ولايات قانونها ما بيمنع العقاب الجسدي في المدارس، ما بيحكي انه بيسمح لكن ما بيمنع، ولا يحاكم المعلمين الذين يضربون الطلاب في المدارس، ونحن نتكلم عن مدارس ثانوية كمان. فبالتالي
وجدنا بعد يعني فترة من الدراسات إنه أغلب الطلاب اللي يتعرضوا للضرب هم الطلاب اللي عندهم ADHD مشخص أو غير مشخص. أوكي. فالعقاب بدي أكد مرة ثانية إنه ما لا يعني العقاب الجسدي. العقاب يعني منع أو حجب المعززات وحجب الشخص من البيئة المعززة. جداول الفعالة بنسميها as soon as schedules، هذه مع المراهقين الصغار 12-13 سنة في البيت بالذات. البيهيفير المومنتوم، أنت بتطلب من الطفل نشاط معين هو بده منك شيء معين، فبتجدول النشاط قبل المعزز. لما تخلص الواجب تأخذ الفسحة مثلاً، يعني بتخلي الجدول على وحدات مصغرة وواضحة عند الطفل إنه مطلوب منك بس شيء واحد، تأخذ شيء واحد أنت بتحبه. التدخل الذاتي اللي هو السيلف ريجوليشن، هذا بدي أركز عليه شوي لأنه مهم جداً. فترة المراهقة وفترة الشباب إحنا كمتخصصين وكمتعلمين يمكن لو طلع في القاعة هذا الآن بجد إنه عدة أشخاص حاملين أجندة أو أورجنايزر، صح؟ أو على الأقل تشيكليست، على الأقل صفحة مكتوب فيها شو أنا بدي أعمل اليوم. في طرفة في الموضوع هذا دائما بحب أذكرها، إنه الرجال منا لما يذهبوا للسوق، زوجات متوسطين يروحوا للسوق ممكن تعطيه 30 طلب. لو هي راحت السوق طبعا هي حفظهم كلهم حتى بدون ما تحفظ أي شيء، عارفة بالضبط أو بتعمل القائمة في مخها في السوق في السوق. لكن إحنا بتعطينا القائمة لازم نكتبها، وإذا ضاعت القائمة انسى الموضوع، حتى لو 5 أشياء بدك تجيبها من محل. الآن تخيل الشخص اللي عاش طول عمره، عمره 27 سنة وعاش طول عمره مع اضطراب تشتت الانتباه. هل يا ترى يعني في الصف هو صغير كان المدرس يعطيه استراتيجيات معينة داخل الصف كيف ينتقل من نشاط لآخر وكيف يتذكر النشاطات والمهارات المطلوبة منه في الصف؟ لكن هل يا ترى يعني في حياة 27 سنة ممكن يكون معلم هو نفسه، أو يكون بيشتغل في بنك، أو بيكون موظف؟ هل يعني ما هو أفضل إنه يحاول يتذكر كل شيء بدي يعمله كل يوم، ولا يكون موجود في مكان واحد؟ لو الأورجنايزرز أو الأجندة الآن طبعاً في التكنولوجيا موجودة من ورقة تكتب عليها أنت قائمة لحد جهاز صغير يمكن بهذا الحجم ممكن ندخل عليه معلومات شو الأشياء اللي مطلوبة منك اليوم. زي ما أنا بجيب الطفل في البيت هو طفل على الثلاجة أو على المكان معين بالصف، كل ما شتت بوجهه له هذا المكان اللي فيه موجود الجدول تبعه. أنا كمراهق أو كشاب برضو ممكن أستفيد من أورجنايزر معي، أنا نفسي كتدخل ذاتي من نفسي عارف أنه إذا ما تذكرت 7 أشياء بدي أعملها اليوم، كل ما مطلوب مني أن أذكر أنه مكتوبة في مكان محدد ومعين، مكتوب السبت 1-2-3-4-5. الاستراتيجية هذه بسيطة جدا، يعني تظهر أنها بسيطة جدا وسخيفة وسهلة، لكن صدقني أنه ملايين من البشر يعتمدون عليها. يعني بعض المتخصصين والأطباء في الولايات المتحدة إذا ضاع الأورجنايزر تبعه هذاك اليوم انسى الموضوع، وليس يعني هو ليس مشخص في الADHD. أنا إذا سكرتيرتي غابت يوم خلاص هذاك اليوم بالنسبة لي انشطب يعني. لكن استراتيجية سهلة جدا وبسيطة جدا ودائما معك. أوكي. هذه الأطفال أو للمراهقين الصغار يعني 12-13، هاي بيسميها Parent Teacher Communication Card، بس مثال عليها. التواصل بين البيت والأسرة، بين الأسرة والمدرسة أو المركز مهم جدا، ويجب أن يكون مكتوب ويجب أن يكون موجود في مكان معين. المدرس والأم أو الأب عارفين فين هو، لأنه مش حيتذكر هو أنه يعطي البطاقة هاي للمدرس أو للأم أو الأب. فأنت لازم يكون بينك وبين البيرنتس، بين الأب أو الأم تواصل ويكون مكتوب. هذا نموذج عقد، هذا عقد لطفل مراهق أو شاب مراهق 14.
مطلوب المهارات أو الطلبات أو الواجبات المطلوبة منه، ومكتوب برضو في نفس العقد إيش حيكون التعزيز تبعه. أوكي، طبعا نوقع عليه هو والشاهد. الشاهد ممكن يكون الأب، ممكن يكون الأم، ممكن يكون المدرس. الأفضل أن يكون الشاهد هو الغير داخل في العقد. إذا كان العقد العقد منزلي بيكون المدرس الشاهد، إذا كان العقد عقد في الصف بيكون الأب هو الشاهد عليه. تكلموا الإخوان عن موضوع اللغة الإيجابية، بحب أركز عليها في المنزل. يعني مثلا صعب جدا أنك تطلب من الطفل أنه ما يصرخ وأنت بتصرخ عليه. أوكي، بالذات أطفال أو شباب المراهقين في المرحلة هات، إذا أنت بدك تعلمه شيء أو تطلب منه شيء المفروض أن يكون يعني أنت المثل فيه. أوكي، الإيجابية، تعزيز والمكافأة باستمرار. يعني بس صيد للطفل أن يقوم بمهمة بسرعة وبدون تشتت وبدون مشاكل، بس صيدها تصيد عشان أعززه فيها. الأكسيدنتال أو إنسيدنتال تيتشنج اللي بسموه يعني التعزيز الغير مخطط أو التعزيز العفوي من أنجح وأقوى أنواع التعزيز. يعني صح بنتكلم عن عقود ونتكلم عن خطط، لكن التعزيز العفوي اللي بصير بدون تخطيط هو أقوى أنواع التعزيز، حتى في حياتنا كموظفين في العمل. إذا مديرك بعززك بشكل عفوي مفاجئ بدون ما أنت تكون سعيت هذا التعزيز، أقوى جدا من التعزيز اللي أنت بتسعى له. أعطي التعليمات تكون محددة. كثير مننا بنعطي تعليمات مرنة شوي، يعني متطلب منهم أن يكونوا هم محددين في الاستجابة. إذا الطلب مش محدد الاستجابة مش لازم تكون محددة. أوكي، يعني مثلا حتى التعزيز ما تعطي تعزيز عام أو مرن. شاطر، شاطر عشان إيش؟ أنا عملت أربع شغلات خلال 50 أو 30 ثانية، أي واحدة منهم اللي أنت بتحكي لي شاطر عليها. أوكي، تعليم الاستماع، تعليمات بسيطة مع الصور والحركة. لأنه عنده تشتت لازم أنا يعني أكسب انتباهه، كل حواسه تكون معي أنا. بالتالي يمكن بس أكون جالس هنا وبتكلم معه وهو بالمسافة هذا مش عم بتصل معه نهائيا. أنا لازم أكون على مسافة محددة يعني مناسبة من الطفل أمامه. ممكن استعمل ايدي والتعبير الوجهي، التعبير الجسدي، كل الامور هاي بتوصل الرساله بيني وبينه. لكن الرساله اللفظيه لوحدها مش حتكون فعاله لوحدها. كثير مننا بنعطي تعليمات وبندير وجهنا بننسي. اوكي، بالذات مع اطفال ومع شباب الاعاقات الخفيه. اوكي، لما واحد بيكون مركب جهاز سمع، مع انه مركب جهاز سمع هو، واحنا عارفين مركب جهاز سمع وعم بسمعنا من صرخ عند جهاز السمع نتعب له ودانه، صح؟ لكن الاعاقات الخفيه زي الاضطرابات هذه ما من يعني خلاص بنحكي نعطي التعليمات وبنمشي. اوكي، لا، لازم تنتظر الاجابه، لازم تأدي ما عليك في التعليمات وتنتظر الاستجابه. كرر التعليمات اذا احتاج الامر. إذا كان الطالب غير قادر قدم مساعدة جسدية. يعني إذا كان مثلا في وضع غير قادر هو على أنه يستجيب جسديا، فهم من التعليمات، لكن جسديا غير قادر على أنه يستجيب لها، لازم تقدم المساعدة على الأقل في مرحلة التدريب. يعني يكون لطيف وغير انفعالي. إذا ما بدك إياه هو يكون يعني مفرط في الانفعال، يجب أن تكون أنت مفرط في الانفعال. تكون أهدافك محددة، أنت أهدافك محددة من اللي مطلوب منهم، سواء كنت مدير لشخص عنده هذا الاضطراب أو مدير في يعني في شركة أو في مؤسسة، أو كنت مدرس في الثانوية العامة أو في الجامعة أو في أي مكان آخر. تكون أهدافك محددة من هذا الشخص، والأهداف برضو مكيفة على 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 حسب احتياجات هذا الشخص. يكون معقول، يعني يكون حسب قدراته واحتياجاته.
أجين التعليمات تكون واضحة ومباشرة، اللغة البسيطة مع الأطفال بالذات ال 13-12 سنة ما تستخدم أكثر من تعليمي في نفس الجملة، واحدة واحدة. أوكي، مثلا عندك أنت الآن هو بيتفرج على التلفزيون، ما بحكي له في التلفزيون غسل يديك عشان نروح على الطاولة ناكل، هذه قصة طويلة صارت بالنسبة لي. واحدة واحدة اطفال التلفزيون، ما تعطوش اصلا شو الخطة. اوكي، الا اذا كان قدراته تسمح له، خبرتك معه قدراته تسمح له انه يعني يستوعب اكثر من تعليم في نفس الاتصال او في نفس الجملة. نفس الشيء مع الموظفين، اذا عندك موظف عنده المشكلة هذا بيبين يعني معك، حتى لو ما كان ما جالك هو قال لك انا عندي الاضطراب هذا، بيبين معك بعد فترة انه بيحتاج لتقسيم التعليمات. بالنسبة للمراهقين الصغار نستعمل اللغة الإيجابية، مثلا إذا رمى الأكل على الأرض أنا ممكن أحكي له التقط الطعام وضعه على طاولة أو في المغسلة، ليس لا ترمي الأكل. تحدث عن نبرة الصوت، لغة الجسد، اختيار الكلمات. أوكي، ما تعطي أي خيارات إذا كانت الخيارات غير متوفرة، يعني إذا وعدت شيء أوعد بالشيء اللي أنت قادر على أنك تقدمه وإلا لا توعد فيه. والخيارات نفس الشيء، إذا ما في خيارات ما تعطيها، يعني ما تعطي خيارات إذا كانت موجودة. السؤال، التعليمات لا تعطي سؤال مفتوح إلا إذا كنت قادر ومتقبل لا كإجابة عليه. أوكي، أي سؤال بيبدأ بهل ممكن يكون إجابته نعم أو لا. إذا أعطيت تعليمات ما تنسحب منها، أوكي، بالذات في آخر الحصة أو في آخر الدوام، ساعة اثنتين دوام موظف عندي بعطيه تعليمات آخر خمس دقائق وبعدين أنا بروح. لا، That's it. شكراً.